وسهلا بحضراتكم. قانون ذوي الإعاقة، هي ذوي الإعاقة ولا ذوي الاحتياجات الخاصة؟ هي إشكالية، وكمان يعني بيقولوا أن هذا القانون من القوانين المكملة للدستور، يعني إيه؟ وبرضو إيه المزايا اللي حققها القانون بالنسبة للمواطن اللي هو من ذوي الإعاقة؟ كل دي تفاصيل الحقيقة مطروحة مع حضراتكم للنقاش في هذا الحوار. برحب فيه مع حضراتكم بالدكتور خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب. دكتور اهلا وسهلا، منورني. اهلا بسيادتك وبالساده المشاهدين. اشكرك جدا، كل سنه وحضرتك طيب. الاول طيب وسنه سعيده على كل المصريين باذن الله يا رب، وخصوصا ذوي الاعاقه، لانه زي ما حضرتك تعلم ان السيد الرئيس اعلن ان عام 2018 وعام الاشخاص ذوي الاعاقه، واحنا بنقدم كمجلس نواب هذه الهديه، يعني كهديه بسيطه نقدمها لابناء الشعب المصري من ذوي الاعاقه، تواكبا مع اليوم العالمي ذوي الاعاقه اللي بيكون خلال شهر ديسمبر، وايضا مع بدايات عام 2018 كعام لذوي الاعاقه. طيب اهلا وسهلا، كل سنه وحضرتك طيب مره ثانيه. وحضرتك طيب. بتلاقي كده في البعض لما نقول ذوي الاعاقه يقول لك يا عم هي ذوي الاحتياجات الخاصه ولا ذوي الاعاقه؟ هي ليه ذوي الاعاقه يا دكتور؟ لا، ده مصطلح من أيام الاتفاقية في 2007 لما ذوي الإعاقة نفسهم راحوا الأمم المتحدة واشتركوا في وضع اتفاقية دولية، كان برضو المسميات دي كلها مطروحة. هل احنا اسمنا ذوي قدرات خاصة، متحدي إعاقة، يعني ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا ذوي إعاقة؟ هم الحقيقة اتفقوا على ان احنا بنسمى ذوي الإعاقة، وده راجع لفكرة ان المجتمع لو مهيأ بشكل معين انا هعيش على قدم المساواة زي حضرتك بالظبط. لو في ننبع على الرصيف، حضرتك الشخص ذو الإعاقة الحركية هيعرف يطلع على الرصيف، وحضرتك هتعرف تطلع على الرصيف وتمشي عليه. تمام. لو في اسانسير مجهز بأدوات ناطقة، أنا ككفيف هعرف أنا في الدور الكام، أو الأسانسير بيتجه صعودا أو هبوطا، وبالتالي برضو حضرتك هتعرف ده، خاصة لو افترضنا أن احنا في مبنى مثلا متشابه في الأدوار من حيث المنظر العام اللي بيظهر لما بيتفتح باب المصعد مثلا. فدي كلها حاجات الحقيقة بتبقى محتاجة، إذا توفرت هذه التجهيزات أو تم إزالة العوائق، بنسميها عوائق بيئية، إذا أزيلت هذه العوائق البيئية أنا بكون على قدم المساواة حضرتك. فهنا جت فكرة الإعاقة من العوائق البيئية اللي بتبقى موجودة في المجتمع وبتعيق الشخص اللي عنده الشخص عن أداء دوره. فهو في الأول شخص ولكن ذو إعاقة، أي أن هناك أن المجتمع بيعيقه عن أداء دوره، لكن لو تم إزالة هذه العوائق سيؤدي دوره على أكمل وجه على قدم المساواة على الآخر. ده كلام محترم، ده كلام كويس جدا. رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أن هذا القانون من القوانين المكملة للدستور. مظبوط. يعني باعتبار سيادتك عضو اللجنة التشريعية توضح لنا. أي قانون حضرتك بيمس الحقوق والحريات أو السلطات العامة للدولة، ده بشكل عام بيكون قانون مكمل للدستور. احنا عندنا مواد الاشخاص ذوي الاعاقه، لو نلاحظ احنا عندنا اكتر من ماده وارده في باب الحقوق والحريات في الدستور الجديد، دستور 2014، ابرزها الماده 81. ماده 81 بتقول تلتزم الدوله بضمان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه والاقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا وترفيهيا وتعليميا، وتوفر لهم فرص العمل مع تخصيص نسبه منها لهم، وتهيئه المرافق العامه، ودمجهم في الحياه النيابيه والسياسية اعمالا لمبادئ العداله والمساواه والتكافؤ والفرص. ده النص العام الخاص بذوي الاعاقه. عندي نص الماده 80 بتتكلم عن الطفل، وايضا في هذا النص كفاله الدوله لحقوق الطفل ذو الاعاقه. نص الماده 55 و56 بتعطي ضمانات خاصه لذو الاعاقه في حاله الاحتجاز او في حاله التحقيق معه امام جهات التحقيق. اذا كل هذه النصوص الدستوريه هي نصوص تحتاج الى تشريع، وبالتالي هذا باعتبار ان هذه النصوص وارده في باب الحقوق والحريات، وبالتالي هذا القانون يعتبر مكمل للدستور انطلاقا من هذا المبدا. عظيم جدا. اهتمام مجلس النواب بذوي الإعاقة جه في التوقيت المناسب ولا تأخر كثيرا؟ وأنا عايز حضرتك تجاوبني كمواطن قبل ما تكون كنائب في البرلمان. لا، كمواطن طبعا من وجهة نظر المواطنين هو تأخر، لكن خلينا نقول ان احنا عندنا اسبابنا في هذا التاخير، لانه القانون كان جاهز العرض على المجلس يوم 11/12/2016، يعني من سنه او اكثر من سنه. تمام. ولكن فوجئنا يوم 12/12/2016 بان الحكومه تقدمت بمشروع قانون، بعد ما كانت لجنه التضامن اللي هي المسؤوله عن المشروع بالاشتراك مع اللجنه الدستوريه والتشريعيه كانوا عملوا حوار مجتمعي، وكانوا يعني خدوا ملاحظات من ذوي الاعاقه وحللوا هذه الملاحظات، كانوا حوالي 1400 ملحوظه
يعني تقريبا، واللجنه رجعت كل هذه الملحوظات، الا انه عندما يقدم مشروع الحكومه طبقا لقانون لائحه مجلس النواب بيعتبر مشروع الحكومه هو الاساس. وبالتالي ابتدينا نعقد مقارنه اخرى تاني ما بين قانون الحكومه وقانون القانون المقدم او مجموعه القوانين والمقترحات المقدمه من الساده النواب. فده اخذ وقت مننا، واقترحنا او اقترحت على السيد الدكتور علي عبد العال في النهايه يمكن من فتره قريبه، قلت له دكتور علي ايه رايك بقى يعني يا ريت لو نناقش قانون ذوي الاعاقه يوم تواكبا مع اليوم العالمي للاحتفال بذوي الاعاقه او للاشخاص ذوي الاعاقه اللي اعلنته الامم المتحده يوم 3/12. وبالفعل الحقيقه تم الاستجابه او تمت الاستجابه لهذا الطلب، وبدا المجلس في مناقشه المشروع بالفعل يوم 3 ديسمبر 2017. فده كان يعني الاسباب الحقيقه كانت بسبب انه مشروع الحكومه يعني أخذ وقت مننا للدراسة، بالإضافة لأنه طبعا القانون بيتضمن التزامات مالية كثيرة على الدولة، وبالتالي كان هناك حوار طويل جدا حول تنفيذ هذه الالتزامات وكيفية تنفيذها بما يحقق أو بما يلبي طموحات الأشخاص ذوي الإعاقة في أن هم يبقى عندهم حقوق فعلا، يشعروا أن في نقلة نوعية ما بين القانون القديم والقانون الجديد اللي تم إقراره بالأمس. الحقيقة في نقطة ويمكن هسمع الإجابة بتاعت حضرتك فيها بعد موجز الأنباء، اللي هي فكرة في حالة أن زي ما حضرتك قلت كده أن يكون في قانون من جانب الحكومة وفي قانون من جانب اللجان المتخصصة في هذه الحالة بتعملوا ايه يعني؟ هل بيتم المفاضلة بين المواد اللي موجودة؟ هل بيتم قراءة مشروع قانون الحكومة زي ما حضرتك بتقول؟ لأن مشروعات قوانين الحكومة بتكون هي الأساس. ايه اللي بيتم في هذه الحالة وآلية التنسيق بين الاثنين؟ هل بنبتدي من الأول ونراجع اللجان ويكون في مناقشة مستفيضة من جانب لجان الاستماع وأعضاء مجلس النواب؟ ولا بنعمل ايه؟ هتسمح لي الإجابة هنتابعها مع حضرتك ومع السادة المشاهدين بعد ما نروح لموجز الأنباء مع زميلة رهام رجائي. موجز الأنباء بعدها نستكمل هذا الحوار، ابقوا معنا مشاهدين. برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، ونستكمل هذا الحوار مع دكتور خالد حنفي عضو اللجنه التشريعيه بمجلس النواب. دكتور اهلا وسهلا مجددا، نجاوب على التساؤل اللي طرحناه قبل موجز الانباء. في حاله حضرتك يعني اولا خلينا نشرح بس الفكره في ايه. انا كنائب منفردا من حقي ان اتقدم بما يسمى مقترح بقانون، وده في الحاله دي طبقا لنص الماده 121 من الدستور. اي نائب في البرلمان أي في اي لجنه؟ اي نائب، بس لما بيتقدم بمقترح هو هنا اسمه مقترح. المقترح ده بيتحول على لجنة الاقتراحات والشكاوى، ولجنة الاقتراحات والشكاوى بتدرسه، وإذا تمت الموافقة عليه بيحال إلى اللجنة النوعية المعنية. يعني أنا قدمت مشروع مثلا فيما يخص الضرائب، يبقى يحال بقى للخطة الموازنة مع اللجنة الاقتصادية مع التشريعية. دايما اللجنة التشريعية بتبقى قسم مشترك سواء كان من خلال مكتبها أو بكامل أعضائها. النقطة الثانية إذا كان بقى عندي مشروع بقانون، ده مين اللي من حقه بقى يقدم مشروع قانون؟ رئيس الجمهورية، الحكومة، أي وزير من الوزراء أو الحكومة بشكل عام، وعشر أعضاء مجلس النواب. وده عادة اللي بنلجأ له كنواب، لأنه بنوفر الخطوة اللي قلتها لحضرتك اللي هو أنه يحل لجنة الاقتراحات والشكاوى. ففي الحالة دي بيحل اللجنة النوعية مباشرة بقى إذا كان مشروع قانون. فانا عادة احنا بنوقع او بناخذ توقيعات من 60 نائب اللي هم 10 اعضاء المجلس، وبنقدم مشروعات، والمشروعات دي بتحل اللجنه النوعيه. طب الحكومه لو جت بقى قدمت مشروع في الحاله دي، بيعتبر مشروع الحكومه في هذه الحاله اساس. يعني هو اللي بيتم القياس عليه. تمام. او هو اللي بنلاقي جدول كده، بيبقى الجدول فيه على اليمين مشروع الحكومه وعلى الشمال المشروع اللي وافقت عليه اللجنه، وده اللي بينزل الجلسه العامه. في هذه الحاله. في الحالة دي مشروع اللجنة بقى بيبقى خلاصة المشروعات أو المقترحات المقدمة من كل النواب. يعني احنا كده بنمر بمرحلتين، مرحلة ان انا بفلتر كل مشروعات النواب في مشروع واحد، ومرحلة تانية انه مشروع الحكومة بيبقى موجود قصاد مشروع اللي اللجنة وافقت عليه. في الحالة دي بقى بيبقى ايه، بتعقد مقارنة وبننتهي الى مشروع هو ده اللي بيعرض على الجلسة العامة. ده كلام كويس جدا. موافقة البرلمان على هذا القانون، ايه اللي اضافه القانون بالنسبه لذوي الاعاقه؟ لا، هو القانون بشكل عام يعد نقله نوعيه بالنسبه لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه. زي ما شرحت لحضرتك في البدايه انا عندي نص الماده 81 من الدستور، اول حاجه ادخل الاقزام
كشريحة من شرائح ذوي الإعاقة، لأن الحقيقة الدستور كان فيه مغايرة في هذا النص اللي شرحته اللي قلته لحضرتك في البداية، اللي هو تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام. فهنا في مغايرة، فكان المفروض أن المشرع الدستوري يقول ومنهم الأقزام. فتصحيحا لهذا الوضع أدرجنا الأقزام بنص خاص في مشروع القانون، وعرفنا القزامة تحديدا هو كل شخص عند البلوغ بيصل طوله ما بين 70 إلى 140 سنتيمتر أيا كان السبب الطبي المنشئ لذلك أو السبب المنشئ لذلك. عظيم. فده كده أول نقطة، أن الأقزام كانوا بينادوا أنهم يتساووا مع ذوي الإعاقة، وده حصل بالفعل. إذن الأقزام النهاردة كل الحقوق الواردة في القانون هيستفيدوا بيها زيهم زي باقي الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبار أنه ده بالفعل فئة من فئات الإعاقة اللي هي الإعاقة الجسدية. ده واحد. نمرة اتنين، أن أنا النهاردة كان عندي مشكلة في تفعيل نسبة 5%، ودي برضو مش نقطة مهمة جدا تخص كل ذوي الإعاقة. عندي شركات قطاع الأعمال العام ما كانتش بتلتزم بتفعيل نسبة 5%، النهاردة هي وارد النص عليها صراحة في القانون. كان عندي الأول المنشأة لابد أنها تكون بتستخدم 50 عامل فأكثر، أنا النهاردة بقول لا، هم 20 عامل فقط، وبالتالي أنا عندي لو عندي شركة صغيرة عندي 20 موظف يبقى لازم واحد منهم على الأقل يكون من ذوي الإعاقة. عندي أيضا حوافز للشركات اللي هتشغل أكثر من 5% هتاخد إعفاءات ضريبية. عندي إعفاء من الأعباء العائلية بالنسبة لذوي الإعاقة اللي خصما من مرتباتهم. عندي أيضا يعني 5% من الوحدات اللي هتنشئها الدولة، الوحدات السكنية، سيخصص لذوي الإعاقة. عندي مساعدات شهرية لذوي الإعاقة طبقا لقانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010. عندي الجمع بين معاشين وبين الراتب، كان الأول غير مسموح لو بياخد مرتب ما ياخدش معاش والعكس، فبالتالي النهاردة لا، النهاردة يقدر يجمع بين معاشين كمان مش معاش واحد وبين الراتب اللي بياخده، يعني هيبقى عنده معاشين لو عنده والده ووالدته متوفين وبيقبض معاشات عنهم، النهاردة هيقدر يجمع بين المعاشين وبين أيضا ما يتقاضاه من راتب إذا كان بيشتغل أو حصل على فرصة عمل. ما فيش مشكلة في الحتة دي من الناحية القانونية؟ لا لا لا، ما فيش أي إشكالية. عندي أيضا تخفيض 50% على الأقل في وسائل النقل بشكل عام للشخص ذو الإعاقة ومرافقه. عندي إعفاء من الضريبة الجمركية بالكامل على وسائل النقل الفردية الخاصة بذوي الإعاقة أيا كان نوع إعاقته. إحنا الوضع الحالي ذو الإعاقة الحركية بس كان بيستفيد بإعفاء جمركي قيمته 20,000 من قيمة السيارة، لا، القانون الجديد بيتكلم عن إعفاء من الضريبة الجمركية كامل، وبالتالي النهاردة ولكل ذوي الإعاقة مش الإعاقة الحركية بس، فبالتالي دي نقطة في غاية الأهمية. عندي إعفاء أيضا من الضريبة الجمركية على كل التقنيات المساعدة والأجهزة التعويضية الخاصة بذوي الإعاقة، وكان قبل كده نفس هذه الوسائل والأجهزة كان تم إعفائها بموجب قانون ضريبة القيمة، الضريبة على القيمة المضافة. عندي أيضا رسوم التراخيص في المباني اللي هتنشأ لذوي الإعاقة، إذا كانت مباني تابعة لي يعني حد بيهبها لاستخدام ذوي الإعاقة أو ما إلى ذلك أو دور إيواء لذوي الإعاقة، دي هتبقى معفية من رسوم التراخيص. طب لو هو بيبني، هو نفسه بيبني؟ لا، لو هو نفسه بيبني لا، ما هو بنفسه بيبني ده معناه أنه ميسور الحال حضرتك، لكن انا النهارده ببني مبنى عشان يستوعب مثلا 20 30 واحد من ذوي الاعاقه خدمه لذوي الاعاقه. ففي الحاله دي ده بيبقى معفي من رسوم التراخيص. دي يمكن اهم طبعا فيما يخص التعليم، عدم او حظر حرمان الطالب من دخول اي كليه عايز يدخلها. مدارس الدمج التعليمي ستقبل الطلبه. لا بس قبل النقطه دي حضرتك بتقول لي في الجامعات ايه؟ حظر حرمان اي طالب من الالتحاق بالكليات. فدي نقطه، لان كان في الحقيقه كان المجلس الاعلى للجامعات كل عام قبل التنسيق كان بيضع قواعد معينه لقبول الطلبه ومنهم الطلبه المكفوفين والطلبه ذوي الاعاقه الحركيه، وكان بيقصر التحاق الطلبه المكفوفين على كليات معينه. فحصل شكاوى كتير ان في طلبه بتبقى جايبه مجاميع عاليه ويحرم مثلا من دخول كليه الاعلام. واخد بال حضرتك؟ فدي كانت مشكله كبيره. فالنهارده لا، انا ما اقدرش احرم الطالب طالما انه جايب مجموع يؤهله للالتحاق بالكليه، لا يجوز حرمانه من دخول هذه الكليه، لان ده كان اي كليه دلوقتي يا دكتور خالد؟ اي كليه هو عايز يدخلها. واخد بال حضرتك؟
فدي دي 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 يعني دي من الأمنيات اللي كان بيحلم بيها الأشخاص ذوي الإعاقة. وخلينا نقول بس نقطة فرق ما بين نص القانون وما بين بعض الممارسات العملية اللي ممكن تظهر من بعض الجهات أو بعض الأشخاص داخل الجهات اللي بيعطلوا تنفيذ القانون. دي نقطة تانية لأن دي نقطة ليها حساب وليها عقاب في القانون. واخبر حضرتك؟ فمثلا زي اللي بيمتنع عن تشغيل ذو الإعاقة، أنا عندي نص هنا بيبقى بالحبس والغرامة، ده بالإضافة لأنه يجوز كمان أنه يدفع مرتب الشخص ذو الإعاقة لو كان اشتغل معاه لمدة سنة أو التحق الشخص ذو الإعاقة بعمل، أيهما أقرب؟ طيب هو يا دكتور بس في النقطة دي الحقيقة أنا هنقلك انطباع، لأن احنا بنسمع الكلام ده الحقيقة من أهلنا. تمام. يقولك ده أنا قدمت في كل المسابقات اللي اتعملت، تمام، ولا حد سأل فيا، وبرضو أنا عندي إعاقة وعن معايا شهادة طبية بتقول إن أنا المفروض إن أنا أكون من 5% وبتاع. إيه الضمانة في القانون الجديد؟ بالنسبة للحكومة. إيه الضمانة في القانون الجديد أو الالتزام على الحكومة؟ لا إن ما نقابلش نفس السيناريو. لا ما هو أنا عندي آخر مادة في القانون خالص بتقول يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية بذات العقوبة، بذات العقوبات بالعقوبات المالية الواردة في هذا القانون. يعني إيه؟ أنا النهاردة مدير المنشأة أو مدير المصلحة لو امتنع عن تنفيذ الشخص ذو الإعاقة في حين أنه هو تتوافر فيه الشروط، هنا هيعاقب بعقوبة مالية اللي هي الغرامات بقى. طب بس أنا بس عايز أوصل مع حضرتك في النقطة دي، لو في سي 15 واحد قدموا في مسابقة عملها الدولة، مظبوط، المسابقة دي متقدم فيها 20,000، تمام، في منهم 15 من ذوي الإعاقة. أنا عندي أول في تخصيص، أنا آسف لمقاطعة حضرتك، اتفضل يا فندم، في تخصيص لنسبة 5% ده بموجب المادة 13 من قانون الخدمة المدنية، أدي أول نص. عندي نص تاني القانون نفسه المادة 21 من قانون ذوي الإعاقة نفسه بيقول تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وكل المنشأة استخدم لديها 20 عاملا فأكثر بأن تلحق لديها نسبة لا تقل عن 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة. جينا في آخر المادة دي حطينا نص لسه امبارح داخل مجلس النواب عشان خاطر نراعي نقطة يمكن حضرتك تقصدها، إنه الشباب كانوا بيحرموا من الالتحاق بالوظائف الحكومية بسبب إنه في العهود السابقة أو على فترة طويلة يمكن 30 أو أكثر من 30 سنة ما كانش فيه تفعيل لنسبة 5% في الحكومة. صحيح. وبالتالي النهاردة اللي بيتقدم طبقا للمعايير العامة أنا عندي الأعلى مؤهلا فالأقدم مؤهلا فالأكبر سنا، فكان دايما بيخش الأقدم مؤهلا أو الأكبر سنا بحيث أنه هو إيه لو تساوت بقى في المؤهل بحيث أنه هو بياخد الوظيفة حتى لو هو فوق 50 سنة. واخد بال حضرتك؟ لانه ما فيش شرط خاص بالسن بالنسبه لذوي الاعاقه في الالتحاق بالوظائف الحكوميه بالمناسبه. يعني انا بعمل بفضله بينهم وفقا لامكانياتهم مؤهلاتهم سنهم كده. ده المعايير العامه اللي موجوده، فجينا احنا قلنا لا، يعني الشباب كده بيتظلم وفي شباب كتير ما بيلحقوش ياخدوا، والا الشاب هينتظر له 15 20 سنه. لانه اصلا ما كانش متفعل القصه. ما كانش متفعل. فاحنا قلنا هنعمل نوع من التوازن، والتوازن ده حلناه الحقيقه للائحه التنفيذيه انه هيبقى في استثناء من هذه المعايير ومن هذه القواعد عندما تطرح مسابقة خاصة، عشان بس نوضح للسادة المشاهدين لأن النقطة دي مهمة، مسابقة خاصة بالجهاز الإداري بالدولة، لأن صاحب القطاع صاحب العمل في القطاع الخاص هو حر يقبل مين أو ما يقبلش مين أو بيقبل بناء على ترشيح مكتب القوى العاملة بغض النظر عن المعايير اللي احنا بنتكلم عنها، لكن المعايير اللي احنا بنتكلم عنها الواردة في قانون الخدمة المدنية دي بتطبق على كل المتقدمين للوظائف الحكومية فقط أو الوظائف الجهاز الإداري بالدولة. فبالتالي أنا هنا هستثني بس ذوي الإعاقة من الخضوع لتلك المعايير طبقا للائحة، هيبقى في معايير خاصة أو هتراعى بقى في إطار نسبة 5%. يعني حد المثال بتاع حضرتك لو أنا عندي طالب مثلا سي 100 وظيفة يبقى أنا عندي على الأقل 5 وظائف منهم لذوي الإعاقة، هراعي إن 2 منهم مثلا يبقوا لكبار السن و3 منهم للشباب. واخد بال حضرتك كده؟ هنعملها ازاي دي بقى؟ دي في اللائحة حضرتك هتبقى موجودة. يعني في لائحة هتتعمل اللي هو بين ذوي الإعاقة وبعض. مظبوط يا فندم. بالظبط، هما دول القصه تمشي كده. تمام. طيب حضرتك يعني بشكل سريع كده استعرضت مجموعه من المزايا الجديده اللي حققها القانون، الاعفاء الجمركي التام من كل الاجهزه التعويضيه من كل انواع المساعده على التحرك والانتقال وما الى ذلك. الحقيقه ردود الفعل على هذه المزايا كانت ايه يا دكتور؟ لا هي اولا دي كانت امنيات بيتمناها شخص ذو الاعاقه، طبعا في امنيات او في بعض ردود الافعال بتقول تمام وكويس قوي، بس وفي ردود افعال بتقول لا المهم اللائحه، وانا بضم صوتي لهذا الراي الحقيقه. اللائحه التنفيذيه. اللائحه التنفيذيه يا فندم، لان اللائحه التنفيذيه قد تكون
ميسرة لتنفيذ القانون وتفعيله، أو قد تكون على العكس معطلة لتنفيذ القانون. إزاي بقى؟ أقول عايزين نشرحها يعني. أحط بقى إجراءات وعراقيل ومستندات كتير، ده ببساطة شديدة. إحنا عندنا للأسف روتين وبيروقراطية عقيمة بقالها فترة طويلة من الزمن، ويعني دايما بيبقى عندنا هاجس الخوف دايما من التحايل على القانون، فبالتالي أطلب تل من المستندات عشان أضمن أن هذا الشخص ياخد حقه. النهاردة إحنا بنتجه لنظام مميكن ونظام إلكتروني في كل الجهات، فبالتالي ربط كل هذه الجهات بعضها ببعض وقواعد البيانات تبقى مرتبطة ببعضها، وإنه أقدر أكشف المتلاعب بسهولة النهاردة، أعتقد أنه ده يخليني أيسر الإجراءات، خصوصا أن دول ذوي إعاقة مش هيحتاج بقى أنه يروح من مكان للتاني. وده اللي خلانا يمكن حطينا في القانون حضرتك بطاقة اللي هي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة. هذه البطاقة مهمة جدا، لأن دي بشكل رئيسي هتكون هي الحجة في إثبات الإعاقة، حتى أمام لو أنا بيتحقق معايا قدام وكيل نيابة أو حتى تم القبض عليا، هذه البطاقة ستثبت أن أنا شخص ذو إعاقة، وبالتالي يجب على الجهة دي سواء جهة تحقيق أو جهة قبض أو جهة احتجاز أو جهة محاكمة أنها تنفذ بقى القانون فيما يخص الآليات الواجب عليها اتباعها. أنا لازم مثلا لو شخص ذو إعاقة لازم لو بيتم احتجازي لازم توفر الإتاحة داخل مكان الاحتجاز، لو في تحقيق مع شخص أصم لازم يتم مثلا يبقى في مترجم إشارة وهكذا. هيجيب البطاقة دي منين؟ مين اللي هيعملها؟ البطاقة دي بناء على نص المادة 5 من القانون حضرتك بنقول إن تصدر وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة. دي بطاقة هيتم الكشف على كل الأشخاص ذوي الإعاقة، هيطلع لهم هذه البطاقة، هذه البطاقة هي اللي هيقدر يمكن من خلالها من الحصول على كل الخدمات بما فيها بقى اللي اتكلمنا عنها أو المزايا كلها اللي اتكلمنا عنها، هيبرزها في الأتوبيس، هيبرزها في الجمارك، هيبرزها في كل مكان، حتى لو زي ما قلت لحضرتك بيتم التحقيق معاه أو تم القبض عليه حتى هيبرزها في هذا المكان، بالإضافة طبعا للرقم القومي اللي موجود معاه. فبالتالي يبقى انا عندي رقم القومي بيثبت شخصيتي او بيثبت حالتي المدنيه بمعنى اصح، وعندي بطاقه اثبات الاعاقه بتثبت انني شخص من الاشخاص ذوي الاعاقه. هي الفكره يا دكتور، وانت عليك الحقيقه مسؤوليه كبيره في هذا الاطار، الفكره مش في القانون، الفكره في اللائحه التنفيذيه زي ما حضرتك قلت من شويه. مظبوط، وانا بضم صوتي لصوت حضرتك لان هي امتى بقى اللائحه التنفيذيه، وانتوا ازاي هتراقبوا اللائحه التنفيذيه بالبنود واهم ما ياتي بها؟ والله من خلال حضرتك هو على الهواء انا بدعو السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل انه يا ريت لو يستعين بينا في الامور الخاصه بوضع اللائحه، لان ممكن يكون عندنا افكار تفيد في هذه المساله تجعل انه الاجراءات تكون يسيره على الشخص الاعاقه، وفي نفس الوقت تحقق الغرض من هذا الاجراء بدون الدخول في تعقيدات روتينيه وبيروقراطيه ما لا طائل منها سوى ان الشخص ذو الاعاقه هيقول ان هذا القانون غير مفعل، وبالتالي يبقى هذا القانون يرجع لنقطه الصفر تاني قانون سيء السمعه بقى في هذه الحاله. فاحنا عايزين نتفادى هذا الموضوع، فبندعو السيد رئيس الوزراء انه يعني يستعين بينا اذا امكن في هذه اللائحه، ده بالاضافه لان احنا لنا سلطه رقابيه على السلطه التنفيذيه طبقا لنص الدستور، وبالتالي هذه اللائحه برضو من حقنا ان احنا نتابعها ونراقب ما سيرد فيها من مواد ومن اجراءات. شرفتني، كل سنة وحضرتك طيب، وبهنيكم بصدور هذا القانون والأهم في اللائحة التنفيذية، وعلى سيادتك مسؤولية كبيرة في هذا الإطار، لأن باعتبار سيادتك عضو اللجنة التشريعية فأنت تراقب وتشرع، فأنا بحييك مرة تانية وبنتمنى صدور اللائحة التنفيذية في أقرب وقت ممكن. أنا بشكرك جدا السيد النائب الدكتور خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، شرفتني في هذا الحوار، شكرا جزيلا. أنا اللي اتشرفت بحضرتك، والتحيات لحضرتك وللسادة المشاهدين، ومبروك لكل ذوي الإعاقة. أشكرك جدا مرة تانية. الحوار التاني مع حضراتكم مشاهدينا الكرام بنتكلم فيه عن توجيهات السيد رئيس الجمهورية برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين تقدمها إلكترونيا. هيكون معنا في هذا الحوار السيد النائب عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بعد قليل، ابقوا معنا.